يا ولد. يوه هقوم اعمل ايه؟ ولا هقول موال كل يوم تروح كليتك عشان تذاكر وتتخرج وتاخد شهاده. انا هقول لك كل يوم اخد شهاده اعمل بيها ايه؟ Look at this dude. Yeah, boy. شكلك كده مخبي مصيبه. الواد سامي رزل معاه فيلم ثقافي من امبارح. المهم هنشوفه فين؟ هنا دلوقتي. نعمل احنا بقى صباحياتنا النهارده. كلهم هيروحوا يباركولها هنا دلوقتي، وهو هيقعد يستنانا في البيت هنا دلوقتي لوحده. شكلك كده مخبي مصيبه. انا مالي طيب؟ نعمل احنا بقى صباحياتنا النهارده. مو عارفين يا اخوانا الفيلم ده فين؟ مين؟ مين؟ سلمى حايك. سلمى حايك؟ ايوه سلمى حايك. سلمى حايك. ذاكر نايك. ذاكر نايك. سلمى حايك نايك. نعمل احنا بقى صباحياتنا النهارده. السرد ده لونه بيقول في ايه جواه؟ احمر 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 احمر. انا في التفاح موجود، انا في التوتي موجود. احمر احمر احمر. وانا في التفاح موجود، انا في التوتي موجود. احمر. العنب العنب العنب. لا بجد يا اخوانا الوضع راح فين؟ الشباك مفتوح، يكونش انتحر. يا عم ما تفولش، الله عايزين نتفرج. يا جدعان ما هو لو رمى نفسه من الشباك مكان الناس اللي تحت طلعوا قالوا لامه انتوا ايه ده؟ اللي فات خلاص يا جيمي، سيبك منه. احنا بقى ولاد النهارده جايبين لك معانا هديه الماس، فيلم ثقافي. لا وايه؟ ولسلمى حايك. سلمى حايك؟ لا بصراحه بقى يا جيمي مفيش حاجه بعد كده يعني. هو نكت كرنوكا. ليه يا عم ما تزعلنيش منك؟ ده انا بحبك. ما تتفرجش على ايه يا جمال؟ ما انت كنت كويس. نيجيزني كونو ديو ني تشيكازويته كرنوكا. حط الشريط. استنى. سلام امانه يا عم. حط الشريط. وانت مش عايز تبعت جواب لاخوك؟ هو نكت كرنوكا. طيب بقى سيبك منه، سيبك منه. انا قلبي حاسس انه اول ما هيشوف حته عقله هيرجع له، هيخف على طول. ربنا يجعل الشفاء على ايديك يا سلمى. على ايديها برضه. ونريد نكلمك في اخر ديو. ايه ده؟ ايه بيت الرعب اللي احنا بنتفرج فيه ده؟ صورته ولا الفضائيه؟ زي الفل صورته يا مجد. موضوع هادف. موضوعه حلو يا مجدي. الحريم اللي فيه نفس القطعية اللي انت بتحبها بالظبط. يا عم براحتك، المنظر اللي ما يعجبكش جريه. فاكر يالا؟ فاكر لما قلت لا انا مش حبيبك، انا حبيبك. اصبر. اهو انت كده زعلته مننا. مش يعني بس الواحد مش متصور يعني انه ممكن يوصل لسن حضرتك ده ويفضل يقعد يتفرج على ثقافي يعني. ده انا موت نفسي يا عم. انا اسحى الاول اني مكسبان جوه ما بيه. ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. هذا احد يا حي في ديك بك احنا من الناس يعني مش على الناس. اهو انت ليه بقى مسامح في حق نفسك؟ امي يا رجال الناس هينو اتنين بالعز ودراما في الجامعة. لا كلام يودي السجن يا راجل. يا عم قوم كلمه عشان ما كانش هينفع نمشي بدل ما نضيع وقت. يبدو يا أحمد.